السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، جينا نهضروا على اسماعيل بن ناصر ونجيبوا كاع واش هضروا عليه، يعني كلام رائع جدا 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 جدا. اولا قبل ما نبداو على اسماعيل بن ناصر، كاين ماتش على الزوج بتوقيت الجزائر والثلاثه بتوقيت اوروبا، على بالكم ويست هام ضد توتنهام، وان شاء الله وليدنا بالرحمه ان شاء الله يكون اساسي. كاين واحد النقطه، اذا خرجت القائمه ودرت فيديو فراني نحط الرابط المباراه في هذاك الفيديو، واذا شفتوني باللي بعد القائمه بواحد 10 دقائق ربع ساعه ولا نص ساعه، يعني شفتوني باللي ما درتش فيديو، فالرابط نديرو في هذا الفيديو، يعني باش كيما نقولوا باش الناس اللي راهي تحوس على الرابط ولا في هذا الفيديو او في فيديو نديرو، اذا ما درتش فيديو تلقاو الرابط في هذا الفيديو. بو نجيو لوليدنا اسماعيل بن ناصر. اولا التعليقات في الانستغرام تاعو بعد ما حط الصوره تاعو، الطلاين دخلوا ليه يا خوتي، الطلاين دخلوا ليه، تيامو 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 بن ناصر، تيامو بن ناصر كيما راكم تشوفوا لهنا، جراندي بن ناصر، جراندي اسما، جراندي جراندي جراندي، الله يبارك على وليدنا. التعليقات تاعو كاع تيامو تيامو، يعني نحبوك، نحبك بن ناصر، احبك بن ناصر، تيامو بن ناصر. سلكهم بواحد التبهديله البارح يا بن عمي. بو نجو لهذه واسمها ذا كولت اوف كالتشيو، هذه تاع الطليان هذه، واش تقول لك؟ تقول لك بولونيا ضد ميلان، تقييمات تقييمات اللاعبين نجوم النجم يعني بن ناصر في دور روسينيري يفوز 4-2. قال لك استمرت مسيرة ميلان الخالية من الهزائم، يعني ما لهمش خاسرين في الدوري الإيطالي، حيث تغلب على بولونيا المكون من 9 لاعبين 4-2 على ملعب ريناتو دالارا. بون يقول لك ومع ذلك ساءت الامور بشكل كبير. طاطا ما يهمنيش باش نلخص عليكم خاوتي، هذا ما كان الروابط على كل حال تلقاهم، اللي راني ملخصهم بيتي، كان بزاف هاضرين. قال لك وصل من الهجوم وحقق هدفه الثالث بفضل تسديده رائعه بالقدم اليسرى من اسماعيل بن ناصر، الذي ساعد في تسجيل هدف ابراهيموفيتش الذي جعلهم يتقدمون 4-2. يعني بن ناصر سجل هدف وزاد تمريره حاسمه اللي جعل بن ناصر جعل ميلان يتقدمون 4-2. قال لك في الروسونيري هي الان اعلى من الجدول الدوري الايطالي برصيد 25 نقطه، يعني راهم في المرتبه الاولى من 9 مباريات. قال لك حتى ذلك الحين دعونا نلقي نظرة على أداء لاعبينا من كلا الفريقين في مباراة اليوم. راح ندير لكم غير تقييمات تاع إسماعيل بن ناصر، هذا ما كان تقراهم كاع. إسماعيل بن ناصر عطاو له تنقيط 9، رجل المباراة، قدم الجزائري أداء مذهلا مذهلا، نسمع، قدم الجزائري أداء مذهلا لميلان هذا الموسم، وقدم اداء مثيرا مذهل، والبارح قال لك مثيرا الليله، يعني البارح منح تسديده بن ناصر الرائعه بقدمه اليسرى هدف الروسينيري الثالث، بينما قدم ايضا التمريره الحاسمه لهدف ابراهيموفيتش، الله يبارك على كل، انا نفرح نموت بالسعاده اولادنا كي يتالقوا. نجو هذه فوتبال ايطاليا، هذه كما راكم تشوفوا تقول لك بن ناصر، يعني هنا بن ناصر اعطى تصريحات تاع بعد المباراة على الهدف تاعو، بن ناصر يمكنني ان اسجل ذلك 10 مرات وانا ويمكنني يعني اسدد 10 مرات، ترجمة راهي مليحة ماشي مليحة، قال لك يمكنني ان اسدد 10 مرات، يعني نقذف هكذاك 10 مرات واسجل مرة واحدة. يعترف اسماعيل بن ناصر بانه لا يعرف ما اذا كان بامكانه تكرار الضربة الهوائية المذهلة، اسمع يا قوتي، التي سمحت لميلان بالتغلب على بولونيا، قد اسجل ذلك، يعني قد اسدد ذلك 10 مرات وانا اسجل مره واحده فقط، وكان ميلان يجري مربوط الى الخلف 2 هذه طاطا حتى الدقيقه 84 عندما ضرب بن ناصر تسديده المثيره، التسديده المثيره سموها التسديده المثيره، من حافة منطقة الجزاء، ثم أضاف سلاطان إبراهيموفيتش آخر على تمريرة بن ناصر في التوقيت بنتيجة 4-2. قد أسجل ذلك، قد أقذف ذلك 10 مرات وأنا أسجل مرة واحدة، هذه بن ناصر يقول، فقد قال بن ناصر لهذه بازن هذه، لم أفكر، قال لهم لم أفكر، لقد حققت ذلك بشكل جيد وهذا هو المهم، لذلك أنا سعيد، يجب أن تكون متوازنا بشكل جيد وأن تدفع القدم
تمضي بسلاسة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها شرح ذلك. قالوا له شرح لنا كيفاش ماركيت. راحوا عليه يا خاوتي، قالوا له هذا كثير مثير يا خاوتي، فهم. قال لك لقد استغرقنا بعض الوقت للدخول في هذه واسمه تصريحات بن ناصر للدخول فيها بعد الاستراحة، ثم كانت هناك بطاقة حمراء أخرى بولونيا فريق جيد، ولحسن حظنا فقد انخفض عددهم إلى 9، لكن الشيء المهم هو الفوز. كان من الممكن تجنب هذين الهدفين، ويجب أن لا نرتكب تلك الأخطاء. حتى المدرب دكم قل لكم وش قال مرة أخرى بعد الفوز على هيلاس فيرونا الذي تتطنناني، قال لك نحن نعمل معا، لا نريد أن نخسر أو حتى التعادل. بالنصر قال لك ما نخسر ما نتعادل، أنا جيت باش نربح يا غوتي، نريد دائما الفوز ونسعى دائما لتحقيق ذلك. الله يبارك. راكم تشوفوا هذه فوتبول اون، هذه بي تي سبورت، هذه تقول على بن ناصر، ارسلها يا اسماعيل بن ناصر. قال لك ضربه مدويه من نجم ميلان. الله يبارك يا خوتي. بو نجوز سامبري ميلان عندها زوج، دوك نزيد نعاود نولي صفحه واحده اخرى. قال لك قدم اسماعيل بن ناصر ضربه من اعلى مستويات الجوده، من اعلى مستويات الجوده، هذه ضربه بن ناصر سموها من اعلى مستويات هذه سامبري ميلان تحب بن ناصر وانا نموت عليها، لان تموت على بن ناصر طب اكثر مني. راك تشوف من اعلى مستويات الجوده يا خوتي، للفوز بمباراه ميلان ضد بولونيا في ملعب ريناتو دالارا الليلة. مع مرور دقائق وجد ميلان بطريقة ما طريقه لكسر دفاع روسو بلو الحازم. اندفع باكايوكو متجاوزا رجله الى الخط الجانبية، وارى تمريرة عرضية له الى حافة منطقة الجزاء، حيث كان بن ناصر ينتظر للتسديد الكرة في الزاوية السفلى بجهد دقيق ومنضبط. الله يبارك. نقول هذه فرصة إيطاليا، هذو قاعد تطلعين فرصة إيطاليا فرصة بن ناصر يا ابن عمي. قال لك تقييمات لاعبي أسي ميلان بولونيا، بن ناصر كان حاسما، هذا العنوان ديرك يا الله يبارك ما شاء الله، قولوا ما شاء الله يا خوتي، وربي يحفظ ولادنا ان شاء الله من العين، وربي يحفظهم من المشاكل وكذا، وان شاء الله ثاني بالرحمه يزيد يزهينا اليوم باش يكون ويكند من اروع ما يكون. قال لك سجل اسماعيل بن ناصر هدفا متاخرا لميلان، حيث حصل على جميع النقاط 3 من بولونيا، حيث خرج بنتيجه 4-2 بعد مباراه مثيره شهدت انخفاض روسوبلو الى 9 لاعبين. تقدم ميلان 10 لاعبين، اسماعيل بن ناصر وسلطان ابراهيموفيتش، وسجل في اخر 10 دقائق لتامين نقطه تقييمات اللاعبين. هنا نحوسوا حنا على اسماعيل بن ناصر، تقول لك لاعب المباراه، رجل المباراه اسماعيل بن ناصر. جلب بن ناصر كل طاقته المعتاده، قلت لكم البارح شوفوا ملي كي ماركاو لهم سخن الطفل، حب ما نخسرش انايا، وهذا واش قال؟ قال ما راني حايب نخسر، ما راني حايب نتعادل، ما قبلش بالتعهد زوج زوج، هاو قال هاو راي لك. قال لك جلب بن ناصر كل طاقته المعتاده وقدراته الدفاعيه الى خط وسط ميلان، لكنه ربط إعادة المباراة أكثر من المعتاد، ثم أثبت أنه حاسم بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة ليفوز بمباراة الميلان. بن ناصر ربح البارح مباراة الميلان. نجول هذه واسمها تي سي ان هذه، قال لك شهدت الأهداف المتأخرة فوز ميلان على بولونيا بتسعة لاعبين ميلان، وتطاطا نجح سلطان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر في تفادي إحراج ميلان بعد فوز بنتيجة 4-2 في دور الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على ملعب بولونيا الذي لعب لأكثر من نصف ساعة ومع 9 لاعبين. على الرغم من ميزة العديد قال قبل أن يسجل بن ناصر في 6 دقائق من النهاية، وتأكد إبراهيموفيتش الفوز عند الوفاة، يعني قضوا عليهم في الدقائق الأخيرة. قال إن إسماعيل بن ناصر هذا القول تاعو لأن كل جريدة كيفاش ترجمتها، قال إسماعيل بن ناصر إنه نوع من اللقطة التي يمكنك تجربتها 10 مرات ولن يتم إدخالها إلا مرة واحدة، كي سقسى واحد البيت تاعو، لقد ضربتها بشكل جيد وسجلت هدفا مهما لذلك أنا سعيد. وقال ستيفانو بيولي، اسمع واش قال بيولي، ما ذكرش إسماعيل بن ناصر ولكن الهضرة هذه مفهومة مليار بالمية باللي على إسماعيل بن ناصر. وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان عانينا لأننا اعتقدنا أن المباراة انتهت،
يعني كانوا رابحين 2-0 بعد قال لك خلاص ما رانا فريناها، جات خرج لهم الزوج بحمراء الماتش لينا، قال لك ولينا ما نلعبوش، كي ولينا ما نلعبوش داروا علينا. اذا توقفت عن اللعب فانت تخاطر بكل شيء. لحسن الحظ كانت لدينا الجوده المناسبه لاستعادتها، كانت لدينا الجوده لاستعادتها. شكون اللي استعادها؟ اسماعيل بن ناصر. انا راه يقصد باللي اسماعيل بن ناصر ذو جوده مزيه لحسن الحظ، انه عندنا اسماعيل بن ناصر ذو جوده اللي جاب لنا المباراه. نجول هذه سان بريمينال، قال اسماعيل بن ناصر مازحا انه يسجل مره تططا، بدا الامر وكانه سيكون بمثابه ابحار بالطائره لميلان حيث تقدموا بهدفين تططا تططا، والراهين حوس غير على اسماعيل بن ناصر باش ما نطوش عليكم. قال اسماعيل بن ناصر هذيك على المرمى هذيك اطلقت 10 مرات وسجلت مره واحده، يضحك تططا جيد لا اعرف. في المباراة لقد استغرقنا بعض الوقت للدخول الى المباراة الشوط الثاني ثم حصلوا على اللون الاحمر الثاني هدية. شوفوا نجول تقييمات هذيك تهضر على يعني باش ما نقعدش نعاود. اسماعيل بن ناصر هو البطل في الهجوم ميلان متأخرا لقلب قتال مفعم بالحيوية، قتال مفعم بالحيوية من قبل بولونيا المكون من 9 لاعبين، ترك الوقت متأخرا جيد 3-0 الذي ظل تططا رجال تسابق الروسينيري في ذلك الشوط تططا هدفين. ومن بعد هنا يجو دافع بولونيا بحزم مع تشجيع الجماهير على أرضه اللي تططا كما وضع. ضحك ميلان اخيرا بفضل سلسله من الاهداف المتاخره، افتتح اسماعيل بن ناصر التسجيل في الدقيقه 84 قبل ان يضع ابراهيموفيتش شباك الجهه اليمنى بدل ضائع. في النهايه تمكن ميلان من الاستفاده من جودته وقوته البشريه الاضافيه في 3 نقاط حيويه تبقيهم على سباق اللقب. نحن الان نلقي نظره على اداء اللاعبين. من بعد هنا يحكوا على اسماعيل بن ناصر نجم الليله، كان اسماعيل بن ناصر يدير خط الوسط وكان مصدر إلهام دائم للروسينيري. لقد تقدم في وقت متأخر ليس فقط للاحتفاظ بتقدم ميلان، ولكن أيضا ساعد إبراهيموفيتش الفاصل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لاعب مهم جدا لميلان في هذا الوقت. الله يبارك. وراكم تشوفوا دايرين هنايا عليه هذه الميلان راهي داير عليه. خوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.